هلا مسلسل الممثلة برناديت حداب، أهلا وسهلا فيك. وبعدين رح تنضم لنا كمان الممثلة كارول الحاج، وبعدين كمان رح ينضموا أيضا لنا الممثلين وجيه صقر وميشيل غانم. أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ منيحة، يعني مستقبلين أنا وكارول ومستقبلين أخواتنا أنا ميشيل وكارول وجيه. بس ليديز فيرست بالأول أنتو. أي منيح منيح، نحن دايما بالطليعة. برنادات، مثل ما قلنا انت بتلعبوا دور ابطال المسلسل، خبرينا شوي عن دورك. يعني انا بحب اقول انه بالمسلسل تقريبا الشخصيات وقت انكتبت هي كلها ايكوال، يعني كل الشخصيات هي ابطال. أوكي. لانه كل شخصيه عندها ظروفها الخاصه وعندها الخط الدرامي اللي بتلحقه وبتمشي فيه. دوري بالمسلسل هو دور المراه المثاليه ندى، اللي عندها كثير ظروف معكستها بحياتها، اللي عندها جوزها اللي هو الممثل فادي ابراهيم، اللي هو كثير حدا نسوانجي من ميل، وعنده تشابك علاقات بين المصاري تبييض الاموال والسرقه وال 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 وال، واللي هي هالمراه المثاليه اللي عم تجرب قد ما فيها تحافظ على جوزها، ترجعه على الطريق الصحيح، وبنفس الوقت تحافظ على عائلتها. بيرجع على الطريق الصحيح؟ بيرجع، ما فينا نقول اذا بيرجع ولا لا، لازم المشاهدين يكتشفوا المسلسل بعد في كم حلقه. انه وكثير هلا الحلقات صارت كثير حساسه لانه صرنا على اخر، فلازم يتابعوا لحتى يعرفوا شو بده يصير بالاخر. وبنفس الوقت ندى عندها مشكله صحيه، يعني هي بنفس الوقت اون باراليل اللي مشكلتها مع جوزها ومع عائلتها ومشكلتها الصحيه اللي عم بتحاول، كانت باول حلقات بالمسلسل، انها تخبي هيدي المشكله حتى ما تاثر على حياه اولادها. وهلا شوي شوي تفاقمت المشكله وصارت بالمستشفى، ناطرين نعرف شو بده يصير بصحتها. بأن لا زكاتي انك تلعبي دور المراه المثاليه، قد ايه هالدور بيشبهك؟ قد ايه هالدور بيشبهني؟ ليك فيه كل دور بلعبه، يعني كل واحد منا بحياته الخاصه فيه كل، يعني بيحتوي على كل الشخصيات، اللي هي المراه المثاليه، اللي هي المراه العنيفه، اللي هي المراه المسالمه، اللي هي المراه الثورويه. يعني نحن بشخصياتنا بحياتنا اليوميه حسب الموقف اللي بتنحط فيه المراه يعني في اكسيون ورياكسيون، مني كل الوقت انا هالمراه اللذيذه اللي بتضحك البشوشه، ولا اني بنفس الوقت بكل الوقت انه هالمراه اللي انه عم بتصرخ وتعيط وموتره انه لا، في شيء بيشبه برنادات، بس اكيد برنادات منا ندى، اكيد مني هي. راح نشوف سوا نحن وياكي برنادات مشاهد من المسلسل ومنتبه حديثنا. يلا. شروطي مكتوبين على هالورقه، تفضل. يعني ما كان في لزوم تتعذب وتسهر كل الليل لتكتبي هالكلمتين. كل حياتي معك عذاب، وقفت على هالليلة هيدا اللي كنت عم بهرب منه. ليش ما بدي كاني أعرف؟ حبيبي أنت، مش وقت بدي كاني رجال وغير وقت أنا ولد.